فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين أن الكافر لن يرى الله سبحانه وبين أن الله سيحاسب الناس جميعا بنفسه، فكيف يجمع بين هذا؟ يحاسب سبحانه على أي كيفية يشاءها جل وعلا، وقالوا أنه في عرصات القيامة يراه المؤمنون والكفار، أما في الجنة فالكفار يحجبون عن الله، نعم، لأنهم في النار ولا يمكن أنهم يرون الله جل وعلا. فالكفار وإن رأوا الله في عرصات القيامة فليست رؤية نعمة ورؤية رضا، نعم، لا في المؤمنين، فإنهم يرون الله رؤية نعيم ولذة وقرة عين، نعم.